اليوم احنا نشوف جهاد ركز على موضوع الاطفال، خاصه الاطفال في العالم، وهم الاشد ضعفا. طبعا اليوم نتكلم في شتى الميادين، فدائما موضوع الاطفال ينطرح في جميع المناسبات والمؤتمرات، ولكن ما ياخذ حجمه المطلوب منه. نتمنى طبعا من جهاد السنه هاي ان التركيز، ونستفيد من خبرات اللي متواجده سواء كمتحدثين او مشاركين في المؤتمر، ان كيفيه مساعده هذه الفئه. اكثر من 16 مليون طفل من حسب الاحصائيات ان ولدوا خلال الازمات والنزاعات، اكثر من نصف مليار طفل اليوم متواجدين في العالم في مناطق فيها ازمات وفي دولها فيها كوارث. فلهذا اليوم مهم ان نركز على موضوع الطفل، وكيف ممكن نساعد الاسر على التربيه اللي هي تكون ما بعد الحرب، وتهيئتهم نفسيا لاعادتهم للوضع اللي افضل ما هو عليه طبعا ما بعد الازمه.